أتمنى أنه سمو رئيس مجلس الوزراء يقرأ تطلعات الشعب الكويتي، يطرق بجدية موضوع المرحلة القادمة ويأتي بتغيير جذري. هو تأخير غير محمود، خاصة بأن التأخير الذي هو أو المدة التي يستغرقها تشكيل الحكومة والمحددة بالدستور هو 15 يوم. تحفظات النواب والمراقبين تحاصر القرار المتأخر صدوره بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة، تصاحبها تطلعات لوزراء سماتهم الإنجاز والعمل. عين على التشكيلة الحكومية وأخرى على موعد ولادتها، والترقب النيابي والشعبي لحظة بلحظة لموعد الإعلان عن الفريق الوزاري الجديد. حال الترقب هذه قابلها بعض التصريحات البرلمانية التي أكدت على ضرورة اختيار أعضاء الفريق الحكومي بما يتناسب ومعطيات المرحلة الراهنة، فيما وضع نواب آخرون علامات استفهام عندما اعتبروه تأخر في الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة والمرتقبة. أيام قليلة فاصلة وقد تكون الساعات القادمة هي المتبقية فقط من عمر الفراغ التشريعي الذي تعيشه البلاد بسبب تأخير الإعلان عن التشكيلة الحكومية، وإلى أن يظهر في الأفق جليا موعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية تسود في أروقة البرلمان معلومات كلها تعود لمصادر نيابية إن الإعلان عن التشكيلة الحكومية لن يتأخر بعد اليوم كثيرا، لكنه سيكون محدودا بوزراء بعينهم، وقد لا يقتصر التغيير الحكومي إلا على ثلاثة منهم حسب ما هو مشاع. فكيف يقرأ النواب تلك الإخباريات؟ نتمنى أنه سمو رئيس مجلس الوزراء يقرأ تطلعات الشعب الكويتي، يطرق بجدية موضوع المرحلة القادمة ويأتي بتغيير جذري في هالموضوع، لأنه المرحلة تحتاج اليوم لوزراء قادرين على أخذ المبادرات، وزراء قادرين على المواجهة، وزراء قادرين على تحقيق تطلعات الخطة التنمية اللي تحتاج جهد كبير وتعاون مثمر مع مجلس الأمة ومع المجتمع الكويتي بالإطار والإنجاز. وأتمنى أنه نشوف تغيير جذري بالموضوع حتى نتعامل، هدفنا واحد، هدفنا التعاون، هدفنا العمل، هدفنا الإنجاز. التأخير في الإعلان عن التشكيلة الحكومية أثار حفيظة العديد من النواب، ليس فقط مما يصنفون على أنهم تأزيميون، بل أيضا أولئك الذين يصنفون على أنهم حكوميون. هو تأخير غير محمود، خاصة بأن التأخير الذي هو أو المدة التي يستغرقها تشكيل الحكومة والمحددة بالدستور هو 15 يوم من تاريخ إعلان النتائج، إلا أن ما نشاهده أو نهج في هذه الأيام أو في الآونة الأخيرة في الحكومة الحالية وقبلها بحكومتين، بأن يكون إذا كانت استغالت الحكومة تستمر بحدود 50 إلى 40 أو 45 يوم، ولا شك أن هذا أمر لا يصب في اتجاه التعاون، ودل على ذلك أن اللجان لا تنعقد، ودل على ذلك أيضا أن المجلس لا ينعقد، هناك قوانين، هناك مصالح للناس إدارية، اليوم الترقيات متوقفة، النقل متوقف، التعيين متوقف. المراقبون للساحة السياسية لا يرون بوادر حل في الأفق، فالعديد من النواب يطالبون بتغيير النهج الحكومي السائد منذ سنوات، ولأن مرادهم لم يتحقق فنحن أمام تأزيم جديد يهدد علاقة السلطتين مرة أخرى. ما دام هذا النهج مستمر في الحكومة المقبلة، وهو مستمر لأن شخوصها مستمرة وكذلك هذا النهج مستمر، فلا أظن أن هنالك مخرجا، سنعود إلى إنتاج نفس الأزمة مجددا. ومع الترقب والانتظار وحدها الساعات القادمة ستكون كفيلة ببلورة صورة التكهنات، فإما تصدق الشائعات بشكل حكومة جديدة بتعديل وزاري ضئيل وضئيل جدا، أو تأتي الحكومة بمفاجأة تتضمن تشكيلتها أسماء وزراء فعلا تكون أسماؤهم محل ترحاب في الساحة البرلمانية وحتى الاجتماعية. رباب بداح، الرأي.